في زحمة المآسي التي صنعها أسد بالشعب السوري تبرز أهمها مصير أمة ومستقبل جيل عددهم في تركيا 500,000. في مخيمات النزوح يبدو الوضع أفظع، فلا أعداد تحصيهم. يحفظون أنواع الطائرات التي تقصفهم، يعرفونها بالاسم، وكذلك الصواريخ، من أين أتت، مداها، قوة تدميرها، وأي أرض ستفتك بها، ولا يعرفون كيف يكتبون أسماءهم. ولدوا تحت النار والقصف في رواق خيمة تسربت منها أحلام مستقبلهم، كما تسرب إليها برد الشتاء وغبار الصيف. ولدوا في الزمن الخطأ كما يقولون. لا يمكن أن نطلق عليهم متسربين، فهم لم يدخلوها أصلاً. بعضهم لا يعرف شكلها. صواريخ أسد حرمتهم مقاعدها، لوح كتاباتها، وحتى الطبشور. لم يسمعوا صوت جرس الدرس لبدء حصتهم الأولى، ولا حتى جرس الفرصة حيث صخبوا الطفولة بين أقرانهم. لا أقران. يبكي أحدهم: قتل كل أصدقائي في قصف قريتنا. حين عبروا الحدود شمالاً من تحت سور الفصل حلموا أكثر. يبدو التحقيق قاب قوسين: سندخلها أخيراً، سأحمل حقيبة على ظهري كما كل أطفال العالم، هذا حقي، سيكون لي دفتر وكتاب، سأختار لون التجليد. أبي أرجوك، أريد الممحاة الزهرية، أريد التجليد الأحمر، أريد حقيبة هايدي. ليقاطعهم الباحث لهم عن مأوى: طولوا بالكم بابا. إيجار البيت إن وجد يشغله عن أحلامهم. الكملك يقلقه أكثر من مدرستهم، تضيع أحلام جيل من جديد. يبيعون الماء على رؤوسهم في شوارع اسطنبول ليساعدوه في دفع إيجار البيت، في ثمن حليب من هم أصغر منهم. هم أطفال سوريا المحرومون من أبسط حقوقهم، من حقهم بالتعليم. في جريمة قتل الشعب السوري اشترك العالم، والجريمة مستمرة. يريدون وبشكل ممنهج تدمير جيل، يضخون في عقله أفكاراً دخيلة. من ولد في الثورة عمره اليوم 11 عاماً لم يعرف خلالها سوى السلاح. من كان عمره 10 سنوات حين اندلعت الثورة تلقفته قوة ظلامية غسلت دماغه. هو يقف الآن على أحد الحواجز ببندقية أطول منه، يحاضر في شيء غير مفهوم عن الجهاد والموت والحور العين. في البوكمال هنالك أطفال تلطم حزنا على الحسين ولا يعرفون من الحسين. قصد تخطفهم إلى جبال قنديل حيث عقيدة أوجلان ولا غيرها. مأساة أطفال سوريا لم تكن يوما في قتلهم، مأساة أطفال سوريا كانت يوم حرموا من التعليم. واليوم مع بداية العام الدراسي الجديد نسلط الضوء على وضع الطلاب السوريين في سوريا وفي دول اللجوء. حلقة جديدة من هنا سوريا، أهلا بكم. أهلا بكم مجددا. ثلث أطفال سوريا خارج العملية التعليمية بعد عقد شهدت فيه البلاد حراكا شعبيا تحول إلى صراع. يواصل الأطفال في سوريا دفع الثمن. يعاني نظام التعليم من الإجهاد الكبير ونقص التمويل والتفكك وعدم القدرة على تقديم خدمات آمنة وعادلة ومستدامة لملايين الأطفال. مئات الآلاف منهم، رقم يقترب من المليون، خارج المدارس. هي كارثة سوريا الحقيقية. موضوع التسرب من التعليم، أسبابه وطرق علاجه ومآلاته، نناقشها مع ضيوفنا. ليلى حسو، مديرة التواصل في منظمة حراس الطفولة من غازي عنتاب. سلوى عرابي، المختصة في الدعم النفسي والاجتماعي من غازي عنتاب أيضا. يوسف عنان، المسؤول أو مسؤول التعليم في منظمة غصن زيتون، معنا من إدلب. نعود للنقاش بعد متابعة التقرير التالي. تتجلى آثار الحرب بشتى صورها وأشكالها في سوريا، من بؤس وفقر وترد في المعيشة، لكن التسرب من المدرسة بسبب واقع التعليم المتردي هو من أكثر صور الشقاء التي يعانيها الناس. أنا لما خلقت السر أنه هيك الله رايد، بس لو ما أنا جاي بهالوقت هيك، لأنه الطلاب مدرسي رفقاتي في بعضهم نزحوا وبعضهم ماتوا وبعضهم لحلق هيك معانا، بجتني ثلاث بس.
تعم الفوضى المدارس في مناطق سيطرة ميليشيات أسد لا رقابة على الطلاب أو المدرسين. نسبة كبيرة من الطلاب تسربت من المدارس لأسباب عديدة، أهمها تدهور الوضع المعيشي وغلاء الأسعار. سعر القلم الواحد تجاوز 500 ليرة سورية، ناهيك عن انخفاض رواتب المعلمين والوكلاء. ثمن الملخص مع غياب المناهج وصل إلى 6000 ليرة. في الشمال المحرر دمر النظام معظم المدارس، وتحول عدد منها إلى مراكز إيواء، حيث تفاقم الضغط على قطاع التعليم خاصة بعد موجة النزوح الكبيرة. بداية المدرسين هم بغير كفالة، يعملون بشكل تطوعي. الأمر الآخر هو وجود صعوبات في المدارس والبنى التحتية للمدارس، منها المهدم، يعني يوجد حوالي أكثر من 50 مدرسة تعاني من تهديم جزئي، يدومون فيها الطلاب بلا شبابيك وبلا أبواب. واقع أدى إلى تسرب مئات آلاف الأطفال الذين شردوا من منازلهم للعيش في مخيمات مكتظة أو ملاجئ مؤقتة. وفق فريق منسقو استجابة سوريا، فإن عدد المخيمات في الشمال السوري بلغ 1153، في حين بلغ عدد المخيمات العشوائية 242، يقطنها أكثر من مليون نسمة. 1127 مخيماً لا يحتوي على مدارس. ميليشيات قسد احتجزت ما لا يقل عن 61 مدرساً بسبب الاعتراض على المناهج التعليمية وبهدف التجنيد الإجباري منذ بداية عام 2021، كما لاحقت قرابة 550 مدرساً رفضوا الالتحاق بالتجنيد الإجباري، فصلوا تعسفياً من عملهم في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة. الشبكة السورية لحقوق الإنسان كشفت في تقرير أن السياسات والقرارات التي تفرضها ميليشيات قسد على مؤسسات التعليم تهدد مستقبل قرابة نصف مليون تلميذ في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، وأن ما تسمى الإدارة الذاتية الكردية سعت تدريجياً نحو تغيير المناهج التعليمية وإدخال مواد تعليمية مشوهة ومغلوطة ومخالفة لتاريخ سوريا، ومن دون مشاورة علمية حقيقية مع الخبراء من سكان المنطقة أو مختصين دوليين تم فرضها وفقاً لرؤية أحادية أيديولوجية تجسد تصورات السلطة الحاكمة. تنص تلك المناهج على تمجيد زعيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي عبد الله أوجلان. هذه السياسة الكارثية أدت إلى ارتفاع كبير في نسب الأطفال المتسربين من المدارس. في دير الزور أنهت الميليشيات الإيرانية ترميم العديد من المدارس. المركز الثقافي الإيراني في البوكمال على سبيل المثال بدأ تدريس اللغة الفارسية في كل من مدرسة حطين في البوكمال، الثانوية الشرعية في البوكمال، مدرسة البنات في بلدة السكرية، مدرسة الهري الابتدائية، مدرسة السويعية. في وقت حولت فيه الميليشيات الطائفية باقي المدارس إلى مقرات عسكرية. التعليم في البوكمال حيث السيطرة الإيرانية هو تعليم حسينيات بلبوس مدرسة الأهالي الذين يمنعون أبنائهم من الذهاب إليه. يدرس في هذه المدارس أبناء العناصر الإيرانية والعراقية والأفغانية. سوريا كانت المدرسة بعيدة عنا شوي، بنروح عليها أحيانا ندرس نص الدوام أحيانا ربعه، تجي الطيارة بتضرب بس بنرجع على البيت. المهجرون خارج سوريا ليسوا بأفضل حال. المديرية العامة لإدارة الهجرة في تركيا أكدت في بيان وجود 1,247,000 طفل سوري في سن التعليم بتركيا، منهم 800,000 من الخاضعين للحماية المؤقتة يذهبون إلى المدرسة، في حين أن ما يقرب من 450,000 من هؤلاء الأطفال لا يذهبون لأي مدرسة تعليمية. مثلا من شي فترة برقت الدنيا عنا هون، ففي منه فزع وصار يبكي، صار يقولوا لي مثل البراميل، صوت البراميل بسوريا. الوضع مشابه في الأردن ولبنان ومخيمات اللاجئين السوريين في العراق. ومجدداً أرحب بضيوف الكرام في هذه الحلقة، ليلى حسن مديرة التواصل في منظمة حراس الطفولة، سلوى عرابي المختصة في الدعم النفسي والاجتماعي، ويوسف عنان مسؤول التعليم في منظمة غصن زيتون. مساء الخير وأهلاً بكم جميعاً. أستاذة ليلى، دعيني أبدأ معك مع بداية هذا العام الدراسي، ما هي أعداد الطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالعملية التعليمية إن كان في تركيا أو في المناطق المحررة؟ أهلا. آخر إحصائيات تقول أنه واحد من كل 3 أطفال هم خارج النظام التعليمي،
ما في اي شيء مبشر انه حد كل النسبه، لانه الاوضاع كل ماها بتدهور. اخر الارقام عن تركيا انه 40% مثل ما ذكرت بالتقرير، اكثر من 40% من الاطفال السوريين بتركيا هنا خارج النظام التعليمي. اذا عم نحكي فقط عن شمال غرب، فانت عم تحكي عن اكثر من نصف الاطفال شمال غرب هنا خارج النظام التعليمي، بل العكس الوضع يزداد سوءا. هلا بانتشار وضع كوفيد 19 بهي المناطق ممكن تغلق المدارس، على العكس تماما ما في اي مبشر انه تنخفض النسب. نعم، ماذا تعني هذه النسب بالنسبه لاي نظام تعليمي حول العالم؟ يعني للاسف اذا بدنا نرجع 11 سنه لورا، نسبه التعليم كانت بسوريا 80%، فانت عم تحكي عن اهالي مثقفين قاعدوا ان اطفالهم بدهم يروحوا على المدارس. نحن اليوم عم نحكي عن اكثر من النصف من خارج النظام التعليمي. عم تحكي عن مستقبل ضايع، عم تحكي عن يعني املنا الاخير والوحيد ببناء مستقبل افضل لهدول الاطفال هن انه يتعلموا. يعني تمام. وضحت هذه النقطه. استاذه سلوى، ما هو الاثر النفسي والاجتماعي على هؤلاء الأطفال وعلى عائلاتهم في ظل عدم تمكنهم من الذهاب إلى المدرسة؟ أكثر من نصف الأطفال اليوم غير ملتحقين بأي نظام تعليمي في كل مناطق المتواجدين فيها. نعم، أول شيء الله يعطيك ألف عافية أستاذة أحلام ونضيفك الكرام. نحن إذا نحكي عن الأثر النفسي والاجتماعي، أكيد أثر سلبي كبير جدا وعميق جدا على حياة الطفل، بيطال كل مجالات حياة الطفل أكيد، حتى أحياناً بيهدد حياة الطفل، مو بس إنه آثار نفسية واجتماعية سيئة. هلأ إذا بدنا شوي نحكي عن هذا الأثر، أول شغلة حرمان الطفل من التعليم، حرمان الطفل من يعني عم نشوف هلأ حالياً أعداد هائلة من الأطفال الأميين الذين لا يجيدون لا القراءة ولا الكتابة. مؤكد إنه هذا الطفل لما بيشوف حاله هو متخلف، يعني غير قادر على اللحاق بأقرانه من الأطفال أو غير قادر على اللحاق بالمدرسة. يعني من حق أي طفل أن يحمل حقيبته المدرسية ويذهب للمدرسة، من حق أي طفل أن يحصل على فرصته في التعليم. أي طفل عندما يجد نفسه أنه خارج إطار التعليم، هذا بالطبع ينعكس سلبا على نفسيته وعلى الناحية الاجتماعية. ايضا من ضمن الاثار انه لما الطفل عم يترك المدرسه، يعني مجرد اي طفل لا يعني ليس حاضرا على مقاعد الدراسه، فهو موجود في اماكن اخرى مثل الشارع مثل سوق العمل، وهذا بالتاكيد في له مخاطر كبيره كثير على الطفل، منها مثلا انه تعرض الطفل لمخاطر العمل، منها مثلا تعرض الطفل لمخاطر رفاق السوق، وتعرض الطفل احيانا للاعتداءات، تعرض الطفل للتحرش الجنسي أحيانا من قبل أرباب العمل، من قبل زملاء العمل، تعرض الطفل لإصابات العمل. هذا كله طبعا بيعكس أثر نفسي سلبي على الطفل وعلى الأهل وعلى المجتمع بشكل عام. طبعا الجدير بالذكر أستاذة سلوى، يعني لا أعلم إذا كنت توافقين الرأي، أنه هذا الأثر النفسي من الصعب التخلص منه مستقبلا. أكيد، لأنه يعني ما خاصة في السنوات الأولى من حياة الطفل، هي سنوات مهمة جدا لأنها سنوات تأسيسية لحياة الطفل. كل ما يعرض على الطفل وكل ما يشاهده الطفل يمتصه بشكل سريع وبشكل يعني عميق جدا، ويحفر بشخصيته مما يصعب أحيانا في المستقبل تجاوز هذا الشيء. يعني أطفال اليوم هم شباب الغد، من المفترض أنه فعلا يحصلوا على فرص التعليم، فعلا أنه يعيشوا بحياة آمنة متوفر فيها أبسط حقوق الإنسان، أبسط حقوق الطفولة وهو التعليم. نعم، يعني الحياة الآمنة اليوم في ظل استمرار القصف الممنهج على نقاط طبية والمدارس والأطفال. نعم. وحضانات الأطفال من الصعب الحديث عنها، ولكن نتحدث عن أبسط حقوق هؤلاء الأطفال. تمام. المتواجدين في دول اللجوء وأيضا في المناطق المحررة. بالحديث عن المناطق المحررة، يوسف عنان، يعني حضرتك اليوم متواجد في إدلب ومسؤول التعليم في منظمة غصن زيتون، كيف يبدو وضع الطلاب داخل هذه المنظمة، بما أنه أكيد يعني حضرتك على اطلاع أكثر، وكيف يبدو وضع الطلاب المتسربين في إدلب؟ حياكم الله. بالنسبة للواقع التعليمي، الحالة هو واقع لا بأس به، بس ولكن المشكلة الأساسية هي أعداد المتسربين، أعداد ضخمة، مثل ما ذكرت زميلتنا أنه في عنا من بين كل 3 طلاب في عنا طالب متسرب. نحن إذا بدنا نحكي عن أعداد المتسربين وفق الإحصائيات، آخر إحصائيات، في عنا حوالي 216,000 طالب متسرب موجود في منطقة إدلب. هذا العدد هو عدد جدا ضخم، نتحدث عن ربع مليون طفل. صحيح.
في عندنا 216,391 طالب وفق إحصائيات مديرية تربية إدلب. هذا العدد هو ضخم كثير ويشكل ما نسبته 38% من أعداد الطلاب. نعم. هذا العدد. لكن أستاذ يوسف، في بداية حديثك قلت إنه الوضع التعليمي لا بأس فيه. ما المقصود بلا بأس فيه أمام أعداد الطلاب المتسربين من هذه المدارس؟ هلا نحن في عنا أعداد طلاب، العدد الطلاب الكلي هو 562,000. لما بيكون في عنا مثلا 60% من الطلاب هنا الملتحقين بالتعليم، أنا عم بحكي إنه هود الطلاب الملتحقين بالتعليم الوضع لا بأس فيه، ولكن في عنا مشاكل جديدة عم بتصير، مشاكل هي متجددة دائما. يعني نحن في عنا حاليا 136,000 طالب عدا 216,000، هدول الطلاب أيضا مهددين بالتسرب مع إنه هن موجودين بالمدارس. السبب هو توقف الدعم عن مدارسهم. في عندنا 458 مدرسة موجود المدارس، موجود الكوادر، ولكن ما في دعم. فلما ما بيكون في دعم للمدرسة بيكون في عندنا حالة تسرب رغم وجود الطلاب فيها. هاي المدارس فيها 136,000 طالب، إذا نحن بنضيفها فوق 216,000 راح يكون في عندنا عدد ضخم جدا. ولذلك تعمل المنظمات دائما على تجديد المشاريع او مراسله المانحين من اجل استهداف المدارس. سنأتي على موضوع يعني المنظمات والمانحين وما الى ذلك، ولكن ضيوف الكرام، سالنا الاطفال المتواجدين في المناطق المحرره الذين منهم من التحق بالعمليه التعليميه هذه السنه ولكن يعمل، ومنهم ايضا المتسربين، عن رايهم في العوده الى المدرسه ورايهم في موضوع حلقتنا. دعونا نتابع معا ونعود للنقاش. أنا من تماعد خان شيخون، كنت أدرس بالضيعة بس رجعنا هلأ، صرت أنا صف تامين، وهلقيني أنا عم بدرس بشتغل. أنا عمري 13 سنة، وصار لي 3 سنين ناسحين من مطرح لمطرح لحتى بطلت من المدرسة الصف أولا درست هون، صار لي سنة عم بشتغل بمكنة صيانة سيارات، يعني هيك من النزوح ما درسنا والله. أنا عمري 16 سنة، درست صف السابع بالضيعة ونجحت على صف الثامن ونزحنا من قصف والطيران، ما كمل دراسي عندما نزحنا، جيت لسجل مدرسي ما فعلت، صرت اشتغل مصلح موتورات بالمجمع المهني، ولقيت مصلح الموتورات احسن من شغلة المدرسي، وما في مدارس يعني انه سجل فيها كويس، وكل مدارس بعيدة ومصلح الماتورات أحسن، لقيت إنه إلي أتعلم. أنا عمري 14 سنة ونزحنا وبدي أدخل المدرسة ما عاد أقدر، ونحن سبع أخوة بالعيلة، وكنت بدي أدخل المدرسة ما عاد أقدر، قمت اشتغلت بمصلح ماتورات وعم أتعلم المصلحة. أنا عمري 11 سنة، كنت في الضيعة أدرس ونزحنا، بطلت أدرس صرت أشتغل مصلح مواتير مع أبوي. أستاذة ليلى، يعني كما تابعنا في هذا الاستطلاع، معظم الأطفال الذين شاركوا فيه مشكلتهم بعدم الالتحاق بالمنظومة التعليمية في المناطق المحررة هي استمرار النزوح، القصف المتواصل، الحاجة المادية. ماذا عن الأطفال المتواجدين اليوم في تركيا مثلا؟ ونتحدث عن 500,000 طفل متواجد في تركيا غير ملتحق بالعملية التعليمية في تركيا. لماذا هذه الأرقام مرتفعة في مناطق لا تتعرض لقصف؟ حقيقة أكبر مشكلة بتواجه الأطفال بمناطق تركيا هي الأوراق الصوتية والكملك يعني سابقا بنفس التقرير كان حكي ذكرتي حضرتك إنه الأب مشغول كيف بده يجهز أو يأمن كملك ليقدر يأمن لأطفاله معيشة جيدة، ما عم يقدروا يسجلوهم بمدارس إذا ما عندهم كملك. يعني كل الحديث، أنا عايشة بغازي عنتر، كل الحديث عم أسمع من أصدقائي ما قدرنا نسجل طفل هون لأنه ما قدرنا نسجل نفوس، ما قدرنا نسجل طفلي راح عليه سنتين لأنه ما عم أقدر أغير. طيب ألم يكن هنالك تجاوزات بهذا السياق؟ للأسف لا، يعني ممكن يكون تجاوزات فردية لأنه مدير المدرسة متعاطف، بس بالمجمل ما في، يعني ما يساعد في حل هاي المشكلة هو تدخل نظامي، يعني من الدولة تاخذ قرار انه يتم الحاق الاطفال بغض النظر موجود عندهم سمك او ما عندهم سمك.
بس اذا بده يستمر الوضع هيك ما في شيء حيتغير. طيب استاذه ليلى، يونيسف يعني لها مكاتب في تركيا وعامله وقادره، وهي منظمه دوليه امميه، من المفروض انه من اولوياتها رعايه الاطفال والطفوله، اين هي من هذا الرقم الكبير للاطفال المتسربين بسبب اوراق ثبوتيه من الممكن غض النظر عنها لالتحاق طلاب بالعمليه التعليميه؟ هذا يعني هون رحنا على موضوع هو المشكله الاساسيه بالاستجابه الانسانيه، انه التعليم ليس صلب الاستجابه الانسانيه. اليوم مشكلتنا الأساسية ليش وصلنا لمحل التعليم ليس أساسي، هو أن التعليم ما محدود صلب الاستجابة الإنسانية، بيكون موضوع توزيع السلال الغذائية أهم، هو أكيد مهم بس عم يكون دائما على حساب. يعني اليوم يعتبر تعليم الأطفال رفاهية؟ ما له أساسي، ما له رفاهية أكيد بالنسبة للشعب السوري، أبدا ما له رفاهية، بس بالنسبة للاستجابة الإنسانية لليوم ما يعني ما شفنا اي تحركات انه هو في صلب الاستجابه الانسانيه، دائما عم يكون انه لا، الاولويه اليوم لتامين السكن، لتامين، هو صحيح بس ما لازم يكون اقل اهميه من تحقيق الاستجابه. نعم. استاذه سلوى، هل من الممكن ان قرر هؤلاء الاطفال مستقبلا الالتحاق بالعمليه التعليميه بعد ان خاضوا في سوق العمل كما راينا الاطفال في الاستطلاع، هل سيستطيعوا الالتحاق بها مستقبلا ام انه اثر ترك التعليم في سن مبكر سيكون أكبر مما يمكن تجاوزه؟ نعم، اسمحي لي بس عقب بشكل سريع جدا على الفيديو تم عرضه قبل هذا السؤال. طبعاً شيء محزن جدا ومؤسف لما بتشوفي طفل بعمر 15 أو 16 سنة واصل لقناعة أني أنا أتعلم مصلحة أو أتعلم صلح موتور مثلا أفضل ما أني أدرس. وطبعا النتيجة أو القناعة هذا الطفل إجت أولاً من غياب دور المدارس ضمن البيئة اللي عايش فيها هذا الطفل، وثانياً غموض المستقبل بالنسبة للأطفال أو عدم جدوى التعليم يعني في المناطق فقط اللي للتوضيح أستاذة سلوى. ما المقصود برأيك أنه غياب دور المدارس، وخصوصاً إذا نظرنا أنه المدرسين والأهالي المتواجدين في المناطق المحررة بذات الواقع؟ نعم، هلا يعني دور، اقصد بدور غياب دور المدارس هو الدور الفعلي للمدرسه، الدور المثمر الفعال اللي فعلا هي ممكن تجذب الطفل لإلها، ممكن انه الطفل يلاقي التعليم يعني بما يناسب عمره، بما يناسب تطلعات هذا الطفل. غياب معلمين فعلا هن قادرين على القيام بهي المهمه على اكمل وجه، طبعا بدون تعميم، أنا لا أعمم على كل المعلمين، ولكن إذا كان المعلمين ذاتهم عم بيعيشوا ظروف صعبة جدا، أحيانا عم بيلاقوا صعوبة بالوصول للمدرسة، أحيانا المعلم هو مشغول حتى بتأمين احتياجاته الأساسية غير متفرغ أصلا لمهنته اللي هي مهنة التعليم أو واجبه التدريسي أو واجبه التعليمي، فنحن يعني هي حلقة متصلة صراحة، يعني كل سلسلة بهاي الحلقة تؤثر على السلسلة اللي بعدها، ما فينا نحن نلوم جهة معينة وحدة، ولكن الظروف كلها الصعبة اللي عم بيعيشها الأطفال وخاصة في الداخل السوري، أنا أقصد يعني هي ظروف فعلا صعبة عم تخلي الأطفال فعلا أنه نهائيا، يعني بتلاقي طفل أمي لا يجيد القراءة ولا الكتابة ولا بيخطر على باله أنه أنا ممكن أنه أروح المدرسة، ممكن أتعلم. فيعني يعني أستاذة سلوى، بعض الأطفال لا يعرف، وكما ذكرنا في مقدمة هذه الحلقة، يعني لا، ليس لديهم تصور عن شكل المدرسة الحقيقي، السبورة، الطبشور، تفاصيل تماماً، الذهاب إلى الدوام، العودة منه، يعني معظم العملية التعليمية تماماً اليوم في الشمال السوري تقع ضمن خيام، تقع ضمن أماكن لا تعتبر مهيئة كمدرسة. تماماً أستاذ أحلام، حتى بعض الأطفال لا يعرفون ما معنى بناء، ما معنى حائط، وجود حائط يعني بالنسبة للأطفال الذين يعيشون في المخيمات. هلأ بالنسبة بالعودة لسؤالك، أكيد يعني نحن إذا أنه احتمالية عودة الطفل للتعليم مستقبلاً بعد ما يكون ترك فترة طويلة أو يكون الطفل بحياته مثلاً ما راح المدرسة، أكيد في إمكانية، لا شيء مستحيل، بشرط توفر الظروف المناسبة، توفر البيئة المهيئة، توفر الدورات المهيئة لهذا الطفل، وتوفر من يقوم على تعليم هؤلاء الأطفال ومن يهيئهم فعلا للعودة للصفوف الدراسية أو حتى لدخول هذا الطفل في مرحلة التعليمية. يعني وهي التجربة حتى شفناها هون بتركيا لما صارت مدارس المؤقتة، عملوا بعض الصفوف للطلاب المتأخرين عن صفوفهم الدراسية أو المتسربين دراسيا، وفعلا لقت نجاح الخطوة. أستاذ يوسف، تحدثت عن ما يقارب الربع مليون طفل
من المتسربين من العمليات التعليمية، إضافة إلى 136 ألف طفل مهددين بالتسرب لوقف الدعم أو بأنه المنظمات ستتوقف عن دعم العملية التعليمية في المناطق المحررة. كيف يتم التعامل مع هذا الواقع الذي يعتبر مقلق للعاملين في المجال التعليمي وللطلاب الذين التحقوا به؟ نعم، الواقع سيء. هلا بالنسبة لموضوع ال 136 ألف طالب، هو دائما يعني لحد الآن ما كان في دعم كامل لكامل قطاع التعليم. يعني في عنا حوالي 16 ألف مدرس، سقف الأعداد المدرسين اللي بيتلقوا دعم هو 10,000. فدائما مثلا بينتهي مشروع بمدرسة ببلش بمدرسة ثانية، فدائما في تناوب بموضوع الدعم. نحن في عنا بالنسبة لموضوعنا موضوع التسرب الرئيسي، في عنا أسباب رئيسية موجودة عنا في الداخل. كان السبب الرئيسي مثل ما ذكروا الزملاء هو الافتقار إلى الدخل. هلق نحن لو جينا للمتسربين، من هن المتسربين الموجودين؟ هن يعني 99% منهم النازحين، نازحين موجودين في أكثر من 100 في أكثر من 1100 مخيم. هدول الافتقار إلى الدخل، نزحوا إجوا بركوا بخيمة ما عندهم شيء يعملوا، فصار في عنا حاجة كتير ضخمة. هذا هو السبب الأول. كان السبب الثاني كان عمالة الأطفال، بسبب الحاجة اتجهوا إلى العمالة. السبب الثالث كان بعد السكن عن المدرسة، وهي المخيمات عشوائية وعم بتكون في الجبال وفي الأماكن المتطرفة قريبة على الحدود. السبب الرابع كان هو الوضع الأمني السيء. يعني في عنا حوالي 46 مدرسة تم تصنيف 98 مدرسة إنه غير آمنة. في عنا 46 مدرسة منهم عم تتعرض للقصف أو قريبة من خطوط من خط الاشتباك. في عنا السبب الخامس هو النقص في الوسائل التعليمية، وإجا بالسبب السادس هو الظروف السيئة في المدارس، لأن في عنا ضغط. أستاذ يوسف، هذا ما يدفعني أيضا للتساؤل، بالنظر إلى المجتمع المحلي، هل هنالك دعم اجتماعي وتشجيع للطلاب وللعملية التعليمية؟ إذا سننظر فقط إلى المجتمع المحلي بعيدا عن المنظمات بعيدا عن الدعم، هل ترى الأهالي يشجعون أطفالهم على الالتحاق بالعملية التعليمية، أم أنه من هو في سوق العمل هنالك تشجيع اجتماعي له للالتحاق بأي مهنة من الممكن أن يتكسب منها بعض المال ليعيش؟ هلق بالنسبة للأهالي في تشجيع، ولكن التشجيع بيكون ضئيل، والتشجيع من المجتمع المحلي كمان عم بيكون ضئيل، لأنه في عنا ضغوط كتير كبيرة، ضغط على المدرسة، ضغط على الكادر، ضغط بكل النواحي. الحاجة كتير كبيرة، والمنظمات والمجتمع الدولي الشيء اللي عم يقدمه لا يكفي لتلت العدد الموجود عنا. في كثير من القرى والبلدات كان في تجمع من قبل الأهالي، وأنه هن شغلوا المدرسة وصفت المدرسة متطوعة بإشراف المجلس المحلي بإشراف التربية أيضا، يعني شجعوا الأهالي على استمرارية العمل في المدرسة. ولكن نحن وضع المخيمات هو الحاجة الملحة في المخيمات، عم بيكون في اكتظاظ بالسكان، ما بيكون في مدرسة أو بناء مدرسة قادر أنه يستوعب الطلاب الموجودين في المخيمات. التداخل في المخيمات، القضاء على الوحدة المجتمعية، لأنه في عنا كثير مشاكل اجتماعية بموضوع التغيير الديموغرافي اللي صار في الفترة الأخيرة، هاي كلها أسباب عم تمنع للأسف التقدم في مجال التعليم. المطالب كثير كبيرة في زيادة الدعم، بزيادة التوجه إلى قطاع التعليم من أجل القضاء على هذا. يعني كما نرى أستاذ يوسف بالعين المجردة دون بحث، معظم المنظمات التي كانت داعمة في الماضي اليوم تنسحب. في ظل هذا الانسحاب، هل ترى بأن هنالك خيارات محلية من الممكن الاعتماد عليها والتخلي عن الدعم الخارجي؟ لأنه على ما يبدو يعني هنالك انسحاب من سوريا بما يتعلق بدعم التعليم، بدعم حالة المساعدات الإنسانية التي تصل إليها. وكما ذكرت الأستاذة ليلى أنه اليوم التعليم لا يعتبر حاجات أساسية، السلال الغذائية تعتبر أهم. للأسف يعني للأسف إذا التفكير بدنا يعني وصلنا لمرحلة أنه السلة الغذائية أهم من التعليم، معناتها نحن رح نضل تابعين، ما يعني ما نوصل للحرية المنشودة إلا نحن طلعنا من شانها. في اجتماعات عم بتكون متتاليه، وفي حلول، يعني في مقترحات لحلول، ولكن الحاجه كثير ضخمه. يعني ما بتصور انه نحن في الداخل قادرين
على انه نحن ندعم ونوقف العملية، يعني نستمر في العملية التعليمية بما يلبي الحاجات. نحن دائما يعني نحن في حاجة ضرورة ملحة من اجل استمرار العمل. يعني الاقتراحات عم بتكون فردية على نطاق ضيق، ولكن بالمجمل لا يمكن، يعني في المنظور ما في شيء بين ايدينا نحن ممكن فيه ندعم استمرار العمل. نعم. نحن كأهالي موجودين. وضحت هذه النقطة. أستاذة ليلى، اليوم مسؤولية الوضع من يتحملها؟ يعني هذا الرقم الكبير للأطفال الذين لم يلتحقوا بالعمليات التعليمية وانعكاساته على المستقبل، لأنه يعني إذا اليوم نتحدث عن أكثر من 50% من الأطفال لم يلتحقوا، ماذا عن المستقبل؟ ماذا عن مستقبل هؤلاء الأطفال؟ ماذا عن مستقبل سوريا؟ حقيقة المسؤولية الأولى هو للنظام اللي عم يقصف هاي المناطق، واللي عم جبر الأهالي لمعظم الأطفال صار فاقدين لمسؤول عن رعايتهم، وهو سبب لتسربهم على المدرسة. فالمسؤول الأول على الأكيد هو النظام، وخليه هو اللي عم يضرب هاي الأماكن. بس أنا حابة نوه لنقطة كثير مهمة، إنه نحن وصلنا لهي المرحلة بدل ما نذكر موضوع انه قديش في تسرب، نحن اليوم الاطفال لساتهم عم يتعلموا بسبب الجهود الجباره اللي عم يعملوها المعلمين. مثل ما قال زميلي، 6000 اكثر من 6000 متطوع معلمين متطوعين لهلا من 10 سنين هنا عم يشتغلوا بشكل تطوعي. عم تحكي عن شيء يعني ما بتوقع انه صار لا تاريخيا ولا دوليا، انه في 6000 معلم ضلوا عم يشتغلوا بشكل تطوعي ليعينوا هاي الاطفال. فنحن عنا الأرضية وعنا المجتمع اللي بيقدر يدعم البيئة التعليمية. نحن محتاجين فعلا ترجع الآليات الإنسانية والدعم الإنساني، يرجعوا يراجعوا الأولويات ويسألوا الشعب السوري شو أولوياته، ما يحطوا أولويات على أساس دولي أو على أساس مصالح دولية. يعني للأسف تسيس المساعدات الإنسانية كما نعلم أستاذة ليلى، وتتغير الأولويات تبعا لمصالح الدول الداعمة، طبعا للمصالح وطبعا للبيروقراطية. إذا في مصالح دول معينة هي ممكن تجيب يعني تجيب مشاكل أو مأزق معين، فهن ببساطة بيتغى التمويل عن التعليم، بيروح لمكان ثاني. فهذا صار في، يعني نحن وصلنا لمرحلة فعلا مثل ما قلتي تسييس المساعدات الإنسانية وعدم سؤال الشعب السوري شو أولويته، يعني هذا صلب المشكلة. نعم، ولا يوجد أيضا يعني حل جذري لهذه المشكلات. أستاذة سلوى، ما انعكاسات هذا التسرب؟ طبعا يعني نتحدث عن التسرب لخطورة يعني الموضوع مستقبلا على مستقبل سوريا، وليس لتهميش دور المتطوعين أو لغض النظر عن إنجازاتهم خلال 10 سنوات الماضية، ولكن للحديث عن أنه العدد ما زال كبير على الرغم من الجهود المبذولة، ونسعى لتكثيف الجهود أكثر. خطورة هذه الأرقام التي تحدثنا عنها على مستقبل سوريا، وأيضا انعكاساتها على بناء سوريا مستقبلا، إن كان سيكون هنالك بناء بمرحلة ما، ما يعني أن يكون أكثر من 50% من الأطفال غير منخرطين في العملية التعليمية. نعم مؤكد أستاذ أحلام، نحن كثير يعني بنحيي وبنشكر كل الجهود الجبارة اللي عم بيبذلوها الأساتذة والمدرسين والمدرسات بسبيل حل هاي المشكلة، ولكن فعلا حجم المشكلة أكبر بكثير، يعني عم بتضل هي أكبر بكثير من هاي الجهود المبذولة، وخاصة وجود الأطفال في دول اللجوء، وجودهم يعني بعض الأطفال في الداخل، بعض الأطفال في دول اللجوء، فالمشكلة ما زالت قائمة، وهي فعلا تؤثر على الطفل وعلى المجتمع وعلى الأسرة وعلى يعني مستقبل سوريا. أكيد يعني أطفال الغد كما كنا يعني قلنا من قبل قليل، أطفال الغد هم شباب الغد، فإذا كنا فعلا نحن يعني نبحث أو نسعى لبناء سوريا المستقبل، لصنع مستقبل سوريا المتقدم الحضاري كما نأمل له، يعني كما نأمل لسوريا أن تكون، ويعني نحقق النتائج اللي فعلا خرجت الثورة لأجلها، فيجب الاهتمام بالطفولة، يجب الاهتمام بالأطفال، وأول شيء هو حصول الطفل على فرصة التعليم. نعم. يعني كيف لسوريا، كيف لنا ان نبني مستقبل سوريا
والجيل كامل بعد 10 سنوات سيكون أمي أو شبه أمي تقريبا. نعم، شكرا جزيلا لك سلوى عرابي المختصة في الدعم النفسي والاجتماعي، كنت معنا من غازي عنتاب. أشكر أيضا مديرة التواصل في منظمة حراس الطفولة ليلى حسو، معنا كانت أيضا من غازي عنتاب. الشكر موصول لمسؤول التعليم في منظمة غصن زيتون يوسف عنان، كان معنا من داخل إدلب. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحلقة، بأمان الله.